السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. مراسم دفن ضحايا حادث مرور الأليم الذي وقع فجر اليوم بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى بلدية عين والسارة، والذي أدى بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة، وهي عائلة بالخيري من حوش أنعاس بلدية دار الشيوخ. الضحايا دفنوا بمقبرة القباب بدار الشيوخ، نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.